اذا رفاق رفيقاتنا بعد يعني هذه المحاوله من طرف هذه الاداره التي يعني ارادت ان تشعرنا بانها تريد يعني الحوار يعني وعبرنا فيه عن حسينيتنا ويعني وفعلا انتدبنا مجموعه من 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 رفاقنا ورفاقاتنا يعني من اجل التحاور مع هذه الاداره ومن اجل نقل الملف المطلبي الواضح. اذا مره اخرى تثبت هذه الاداره بانها متعنته، بانها غير جاده في تلبيه مطالبنا، في انها مستمره في التنكر للقانون المنظم للسجون، وانها دائما يعني تلعب على مساله ان العائلات وان المعتقلين سيملون وسيرضخون الامر الواقع. نقول لهم لا والف لا، لن نرضخ الا 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 بعد ان تستجيب اداره السجون لكل مطالبنا. هي مطالب مشروعه مبنيه على القانون، مؤسسه على القانون. اذا هي مطالب بكرامه ابنائنا، مطالب تتعلق بحقهم في ان يكونوا في سجن قرب عائلاتهم. اذا هذه الحقوق لن نتنازل عنها، هذه يعني حقوق اساسيه، حقوق يكفلها القانون المغربي نفسه، تكفلها كافه المواثيق والعهود الدوليه. اذا نحن مستمرون، نقول لهم نحن مستمرون الى ان يرث الله الارض ومن عليها، سنبقى مطالبين بحقوقنا. ما لم يتمتع ابناؤنا المعتقلون بحقوقهم المشروعه كامله لن نتوقف ولن نمل ولن نستريح ولن يستريحوا هم ايضا. اذا هنا وقفات امام هذه الاداره في الرباط، وهناك وقفات عديده في مدينه العيون وفي مدن الصحراء من اجل نصره المعتقلين السياسيين الصحراويين. مجموعه كديميزيك، هذه المجموعه عصيه على الابتلاء، عصيه على التنكيل. اذا نقول لهم نكلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، ستبقى رؤوسنا شامخه وستبقى رؤوس ابنائنا شامخه. هؤلاء عصاة عليكم، هؤلاء يعني سادة شعبي باكمله. اذا نقول لهم بان ملف معتقل ديميزيك ليس بالملف السهل الذي يعني يتخذ فيه المسؤول ما شاء من قرارات. اذا سنبقى صامدين وستبقى عائلاتنا صامدة هنا في الرباط وهناك في العيون وفي السمارة وفي الداخل وفي الجزور وفي آسة وفي قليمين وفي طنطال. إذا وشكرا لكم. أسبان الصحراء لن تركع، أسبان الصحراء لن تركع، للظلم زمان أو تخضع، للظلم زمان أو تخضع، فزوايا السجن لنا بنيت، فزوايا السجن لنا بنيت، وحبال الشنق لنا رفعت، أنجب من شئت به الوالي، فالشعب أبي لا يركع، أشبال الصحراء لن تركع، للظلم زمان أو تخدع، فزوايا السجن لنا بنيت، وحبال الشنق لنا رفعت، أنجب من شئت به الوالي، الشعب أبي لا يركع، الشعب أبي لا يركع.